الصفاره دي؟ انت واقف رقيقه حمام ولا ايه؟ ايه الزغلوله دي؟ مين دي؟ ايه اللي دخلك في الجاليري يا بني ادم؟ لقيت حاجه في الموبايل تخص مراتك؟ دي لا ما مش مع دول. بقول لك ايه، ما تبيت الموبايل ده معايا النهارده. ابيت ايه معاك؟ ده انت متجوز مدام فيكتوريا سكرت نفسها. احنا اسفين يا استاذ. اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ اموته؟ والمصحف الشريف اللي قلب وشك كوبيبه النهارده. انا عملت ايه؟ اسماعيل انت جني؟ انا ما قصدتكيش يا غاده والله، انا اقصد الجاموس اللي واقف بره. طب انت هتدخلنا ولا هنفضل واقفين؟ اه طبعا، تعالى يا سليم حبيبي تعالى. اتفضل. انا اسف، انا اسف جدا. الحمد لله، ده انا كنت هخرج له بالمخرطه. ثانيه واحده هجيب لك تلج. ثانيه واحده. لا انا مش هستنى كتير، انا جاي اسيب لك سليم وامشي على طول. مش فاهم. هو انا مش قايله لك ان انا مسافره دبي استلم الشغل الجديد وهسيب لك سليم لحد ما اظبط اموري هناك؟ انت جايبني ملوخيه احطها على دماغي؟ في قلقاس اجيب؟ وبعدين انت قايله ان انت مسافره يوم 15. النهارده 14. لا anyway سليم بينام الساعه 9 بالليل عشان يصحى الساعه 6 للباص. مفيش سويتس عشان سنانه، مفيش جانك فود، ياكل كل حاجه مفيد وصحي، ومفيش تمرين كوره تاني. كوره لا ليه؟ ده الراجل بيقف جون احسن من عصام الحضري. مامي مامي شفتي بابا بيقول ايه؟ بعد اذنك بقى خليني ارجع اتمرن كوره تاني. ولد المره دي مناخيرك اتكسرت، المره الجايه رقبتك هي اللي هتتكسر. اسماعيل انت ما تعرفش اي حاجه عن الولد من يوم ما اتطلقنا، فمن فضلك تسيبني انا اربيه بطريقتي عشان الولد ما يجيلوش كونفيوجن. لا كل لا كونفيوجن، انا لو حسيت باي عرض كونفيوجن هكلمك على طول. تعليماتي تتنفذ بالحرف. باي روح قلب مامي. انت عايش ازاي مع الكونفيوجن دي؟ انا جعان، تتغدى معايا؟ اه. عايز تاكل ايه؟ ممكن اطلب كنتاكي. طب ومالك مرعوب كده ليه؟ انت خايف منها؟ ده انت لو عايز تاكل في زيزو نتانا هاكلك. ولا سليم لو عايز تقلع مالته وتجري في الشقه عادي، احنا رجاله زي بعض. يا سليم المسجات اللي بتجيلك دي، انت في موزه بتلغيك بالليل ولا ايه؟ ساعات تسأل انت نمت ولا لا؟ ما تردش عليها، دي ساعة الحظ ما تتعوضش يا راجل. بجد؟ ايوه سيب التليفون. بابي هو انت مش بتحب مامي؟ يا سليم بص يا سليم، انت كبرت ولازم تفهم، مش معنى ان انا ومامي انفصلنا عن بعض ان احنا بنكره بعض، لا انا ومامي عكس بعض. يعني ساعات البني ادم كده يعني بيبقى ليه معطياته، خد بالك المعطيات دي بتشمل على حاجتين، احتياجات واهواء. انت فاهم يا سليم ان انا بتكلم الماني؟ فاهم. انت كذاب، اذا كنت انا مش فاهم نفسي اساسا. ده اكيد الدليفري. بص بقى هعمل لك طبق بيض بالبسطرمه تاريخي. لا تقول لي كنتاكي بقى ولا تشيكن ناجتس، مفيش الكلام ده. جيت في وقتك يا معلمي. حسابك كام؟ 700 جنيه. 700 جنيه؟ ليه يا معلم؟ احنا طالبين ايه؟ امسك 700 جنيه. يا نهار اسود. طب بص يا معلم، احنا مش عايزين الحاجات دي، احنا هناخد دول. حسابك كام كده؟ كده 540. ليه يا عم؟ كتير برضو. ما تخالف على بكره احنا يا اخي. يا اسماعيل انت بتتخانق ولا ايه؟ ده رايه صيع، ده رايه صيع، واحنا صبعنا في بقنا صيع. اهدى اهدى يا جريشه، اهدى، ده الراجل بتاع الدليفري حرام عليك. امال لابس لبس السجن ليه كده؟ بقول لك يا جريشه، حاسبه قبل ما اعمل للواد لقمه، الواد على لحم بطنه. حاضر حاضر، ما انا على طول كده. 540. لا يا حبيبي هم 200 جنيه حلوين قوي. 540 لا اتكل على الله، يلا 200 جنيه حلوين قوي. مش هينفع يا فندم. انا مالي انا بيه؟ انت مش شايلني همك ليه؟ يلا يا حبيبي. مش هينفع. يلا يا اخويا، بس دي اول مره وبعد كده هنجيبك تاني. يلا بس تجيب ايه يا فندم؟ يلا اتكل على الله. ايه ده؟ سلم عامل ايه؟ يالا ازيك يا انكل جريشه؟ بقول لك ايه يا جريشه، انا بعمل بيض بالبسطرمه، عامل حسابك معانا؟ والله سبقتكم، بس مفيش مشكله يعني لو اكل لقمتين معاكم. ماشي. بقول لك ايه يا سمعه؟ امرني. في بنت كده انت تعرفها مزنوق فيها. اطش وشك بالزيت ده اشوهك والمصحف، الواد قاعد. يا اخي انت فهمت ايه؟ امال ايه؟ لا ما اقصدش، مش للدرجه دي. بنت صورتها كانت على الفلاشه اللي انت اديتها لي. مفيش حريم على الفلاشه بتاعتك. لا حبيبي في حريم وحلوين وطعمين كمان. فين الكمبيوتر؟ الكمبيوتر في الثلاجه، لكن لو اللابتوب جوه. حلوه. عدى في المفاعل؟ ايوه. يا سلم يخرب بيتك وحشني. عيال صغيره بس قرود. بقول لك يا سليم، انا كنت بعمل لك بيض بالبسطرمه بس تقريبا قلبت مني على فاصوليا بيضة. سمعة! الله يحرق ايامك. تعالى لقيت البنت يا سمعة. يحرق ايامك. بنت ايه؟ ايه يا عم القمر المنور دوت؟ هي دي؟ تخيل
ادهم العش عايزها في حمله اعلانيه كبيره قوي وملهاش غير دي. بتطلعها في القفص بنت الجزمه. بتحترم نفسك يا اخي بقى، احترم نفسك. الله فيها يا جدع، انت محموق عليها ليه؟ هي خطيبتك. والله شكلك انت بقى معاها ولا مظبط معاها؟ مظبط ايه؟ ما ينفعش اظبط معاها اساسا. ليه يا اخي؟ هي جت عليها. البت دي انا وانا البت دي. طيب يا سيدي ما تقلقش عليها، هناخدها تعمل الحمله وارجعها لك صخ سليم. طب افهمه ازاي المتخلف ده؟ يا بني ادم انا والبت دي بني ادم واحد. ازاي يعني؟ كنت بعمل ماسك واحده ست، فجبت بنت موديل اجربه عليها، فالبنت طلبت فلوس زياده فعملته على نفسي. على فكره انت بتتشل، على فكره والله العظيم هو ده اللي حصل. ما تنفسي نفسك كده. لا ايه يا جراش، هو انا هختصبك ولا ايه؟ تليفونك سيبير. الو. ايوه يا صانع السعاده. يا زفت. البنت اللي حضرتك طلبتها عشان تعمل الحمله، اهلها يا سيدي اهلها مش راضيين ان هي تمثل. انا هصور الاعلان بعد بكره. عرفت تجيب البت استبينا، ما عرفتش تجيب البت انا هبعت مدير انتاج دكر يجيبها من شعرها. هتقعد في بيتكم وهيطلع عين امك. الله يخرب بيتك يا اسماعيل وبيت سنينك السودة. حسبي الله ونعم الوكيل. طيرت مني المصلحة وقطعت عيشي. ايه يا عم انا ذنبي ايه؟ اللي هيجنني اموت واعرف ليه المخرج بتاعكم مصر على البنت دي تحديدا. يا عم ده حمار، ده عمل فيها الباتشينو وقال لي اصل شكلها جديد، شكلها شرس بس نظرتها بريئه. اعمل ايه بس؟ طب بص عليها جريشه، دخل العيال الصغير ينام عشان نتكلم كلام كبار. سليم حبيبي خش كمل الساندوتش في الاوضه. خش يا حبيبي. يلا حبيبي. انت هتركب على المصلحه دي يا اسماعيل. اركب عليها ازاي يا جريشه؟ خد لك بس نفسين من المزمار البلدي ده واسمعني كويس. هي ديتها 5 ساعات تصوير، وتاخد ال 20,000 بلبل وتهبط. مش عايزينك يا اخي تاني، تدفع الديون اللي عليك وتصرف على الغلبان الصغير اللي جوه دوت. يا راجل ده لولا الشقه اللي انت وارثها من ابوك كان زمانك دلوقتي انت وابنك في الشارع. وانا اضمن لك يا سيدي انك ترجع صخ سليم، محدش هيلمسك ابدا. ما عايزني انا اسماعيل الجرح ايقونه الرجوله، رمز الفحوله، يجي على اخر الزمن واعمل واحده ست. يلا يا جريشه يلا يا جريشه. يا جدع انا بقول لك مصلحتك. يلا يا عم مصلحتك. يلا مصلحتك. يلا يا عم جريشه افهمني بس. يلا يا عم انت هتعملها مره. يلا يا عم خد المسمار ده بتاعك وتوكل على الله. طب حق البقاله. يلا يا عم العد عيل عايز اربيه. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا عم يا عرب يا صيح. حق البقاله يا صيح. ايه ده انت مين؟ انا سليم. سليم مين؟ سليم